ماذا لو قلت لا يفتى ومالكم في المدينة؟ هذه المقولة تقال عندما يحتاج الناس إلى رأي أو مشورة في أمر من الأمور أو مجال من المجالات، ويوجد شخص في المنطقة التي يقيمون فيها عالم بهذه الأمور. لكن ما المناسبة التي قيلت في هذه العبارة؟ ومتى وأين قيلت؟ ومن قالها؟ ولمن قالها؟ ولماذا قيلت؟ ده اللي احنا هنعرفه في الفيديو بتاعنا النهاردة. يحكى قديما أنه في المدينة المنورة وفي زمن الإمام مالك توفيت إحدى السيدات الجميلات، وجاءت المغسلة لتغسلها، وأثناء تغسيلها وضعت المغسلة يدها على فرج هذه المرأة على مكان العورة وقالت لقد عصى هذا الفرج ربه كثيرا. وبمجرد أن قالت ذلك التصقت يد المغسلة بفرج هذه المرأة ولم تستطع أن تنزعها. مر وقت طويل وأهل المتوفى ينتظرون خارج الغرفة أن تنتهي المغسلة من عملها، ونظرا لطول الوقت أدخلوا عليها بعض النساء ليعرفوا سبب التأخير. عندما دخل النساء تفاجأوا بما حدث فأبلغوا أهل المتوفى بذلك، فذهب البعض للعلماء الموجودين في المدينة وسألوهم، فقال أحدهم اقطعوا يد المغسلة وادفنوا الجثة، وقال آخر اقطعوا فرج السيدة المتوفاة لأن الحي أبقى من الميت. وبعد جدال كبير بين العلماء بالدين والفتوى ذهبوا للإمام مالك وأخبروه بما حدث، فقال لهم اسألوا المغسلة ماذا قالت أثناء تغسيلها للمتوفاة. فرجعوا إليه للإمام مالك بعد أن سألوها وقالوا له ما قالته المغسلة، وهي قالت إن هذا الفرج عصى ربه كثيرا. فقال لهم الإمام مالك اجلدوا هذه المغسلة 80 جلدة، وهو حد قذف المحصنات. وبعد أن جلدوها انتزعت يدها من فرج السيدة المتوفاة فقاموا بدفنها. فقال أهل المدينة بعد انتشار هذه القصة لا يفتى ومالكم في المدينة. وبكده يكون عرفنا ماذا لو قلت لا يفتى ومالكم في المدينة. دمتم في أمان الله. فضلا منكم الاشتراك في القناة ولايك للفيديو، وأكون شاكر جدا جدا لحضراتكم، وجزاكم الله خير.